عند كل حاوية قمامة هنا بحي بارك فوراج بمدينة باتنا إلا ويجد عمال النظافة التابعين للمؤسسة العمومية للنظافة والتزيين المحيط كميات كبيرة من الخبز ومختلف أنواع الأطعمة مرمية وسط القمامة في مشاهد منبوذة تزداد أكثر مع شهر رمضان. الخبز يطيشوا ديما بصح في رمضان راهو أكثر من الإفطار. هاك رزق ربي العالمين يطيشوا فيه في لابوبال كميات كبيرة كل نهار، سما هذا بلا اللي يلقاوه في الأرض يطيش، وداخل سما اللي يحطوه لبرا هاو يهزوه الناس اللي يربيوا المواشي والاخر يديهم. 228 طن من بقايا منزليه يوميا، اما بالنسبه لعشره ايام الاولى في شهر رمضان الكريم تم رفع نفايات ما تقدر من 2000 طن، من بينها كميه معتبره من ماده الخبز ومختلف انواع الاطعمه. ظاهره سلبيه تتضاعف كلما حل شهر رمضان وسط نداءات بترشيد الاستهلاك او على الاقل عدم رمي بقايا الخبز مع النفايات المنزليه الاخرى. حنا رانا كي لقاوه ما نطيشوهش في لابوبال، لكن نحطوه في بلاصه اللي جماعه اللي يجيو يربيو المواشي يوم يديوه سما يستنفعوا به، خير ما نطيشوه حنا في لابوبال، يعني حرام بعد عند ربي العالمين نحطوه وحده. هي نورمالمون يحطوه على برا، كاين اللي يعرفها ويحطوه بعيد على لابوبال، وكان اللي ما يعرفوش هم يطيشوه بكري يخلطوه حتى مع لابوبال بعد. هو لازم يديروا في صاشي وحتى وحده، كاينين الناس يلموه يديوه ياكلوه الحيوانات. الحيوان يستنبع بها، احنا نتمناو ما يطيشوش، ما يشريوش بزاف باش ما يبذروش. اللهفة وغياب القناعة عند التسوق من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الظاهرة السلبية المنبوذة، فكيف يمكن لمسلم أن يرمي بنعم الله في المزابل؟